استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية أمس معالي السيدة كريستين لاغارد المديرة العام لصندوق النقد الدولي، والتي تقوم بزيارة لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار. وقد رحب جلالة الملك المفدى بمدير عام صندوق النقد الدولي وبمشاركتها في هذه الورشة الهامة، مشيدا جلالته حفظه الله بالمستوى المتميز والمتقدم للعلاقات والتعاون بين مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي، معربا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به صندوق النقد الدولي للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي والتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم، ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.